بكم إلى نشرة أخبار الثامنة، نبدأها بالعناوين. الصدريون ينهون بروفا اقتحام السفارة السويدية بغداد على موعد مع مليونية غاضبة تنديدا بحرق المصحف في ستوكهولم. استنكار عالمي واسع لحرق المصحف، دول ومؤسسات دينية وحكومية تحذر من التصرفات الاستفزازية. ومن قصص العيد، العيديات تنعش الأسواق في وسط وترفع المبيعات، ومطاعم البصرة تزدحم بالزبائن. الموازنة تحرك ثلث المشاريع المتلكئة، الأولوية للمستشفيات والمدارس، والإنجاز محصور في نهاية العام المقبل. تحية طيبة، أهلا بكم إلى التفاصيل. إدانات واسعة عراقية وعربية ودولية على حادثة حرق المصحف الشريف ومطالبات بوقف استفزاز المسلمين. محتجون من أنصار التيار الصدري اقتحموا مبنى السفارة السويدية في بغداد بعد دعوة الصدر أنصاره إلى التجمع والاستعداد لتظاهرة مليونية يوم غد الجمعة. هذا ووجه القضاء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق اللاجئ الذي أحرق المصحف في السويد. يدعو رجال دين من الموصل إلى محاربة كل الأفكار الطائفية والرجعية، يساند ذلك مواطنون من قرقوش بشجبهم للسلوكيات المسببة للتفرقة بين الأديان والمذاهب في العراق. إذن اقتحم محتجون من أنصار التيار الصدري مبنى السفارة السويدية في بغداد ردا على إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل لاجئ عراقي في ستوكهولم. وقال مراسلنا أن المحتجين طوقوا مبنى السفارة بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى الخروج بتظاهرة غاضبة ضد السفارة في بغداد، مشيرا إلى إقدامهم على كسر بوابة السفارة والدخول إليها وسط هتافات مطالبة بطرد القائم بأعمال السفارة السويدية من العراق. نعم نعم وندد المحتجون بإحراق المصحف الشريف في السويد مطالبين الحكومة بطرد القائم بأعمال الحكومة السويدية بشكل فوري، ومهددين بردود فعل تصعيدية أمام مبنى سفارة ستوكهولم. نتابع. اليوم أبناء التيار الصدري ومجموعة كم هائل من الشعب العراقي يستنكر وبشدة حرق القرآن الكريم. هذا أكثر من اعتداء وأكثر من مرة تجروا على مقدساتنا وما نحن نعتقد به، وهم يشرعون حرية التعبير عن الرأي رغم أنهم يحاولون حرق ما نحن نعتقد به. القرآن قرآن الله، القرآن قرآن الرسول، على هاي الرسالة، على الشيعة وعلى السنة وعلى كل وعلى الإسلام جميعا يوقفون هاي الوقفة. إذا ما سوينا لهم راجع يكررون حرق القرآن وتفجير المقدسات وتفجيرنا وكتلنا. كافة أهانة بالقرآن، يعني أهانة رب العالمين حشي الله، كافي كافي. فعليهم الآن تجريم السفارة وتجريم السفيرة وخروج السفير من هنا فورا فورا فورا، وعلى العالم أجمع نصرة القرآن، والحمد لله رب العالمين. كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا أنصاره إلى الخروج بتظاهرة حاشدة أمام السفارة السويدية في بغداد. الصدر طالب في تغريدة بسحب الجنسية العراقية من شخص عراقي الأصل قام بحرق المصحف، مطالبا القضاء بالعمل على إرجاعه إلى العراق أو الحكم عليه غيابا أو غيابيا دفاعا عن الإسلام. كما حث زعيم التيار للحكومة العراقية بطرد السفير السويدي في بغداد احتجاجا على الحادثة. تم قضية إحراق المصحف الشريف في مدينة ستوكهولم السويدية وردود الفعل المنددة بالسلوك الاستفزازي على المستوى المحلي والعربي والدولي، نتابعها في هذا التقرير.
محتجون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد رداً على حرق المصحف في ستوكهولم قبل يوم من تظاهرات غاضبة دعا الصدر أنصاره إليها. مشهد الحرق المشين يتكرر على مدار السنوات في العقدين الماضيين، إجدراء صريح للدين الإسلامي بالتزامن مع حملة يطلقها الغرب على الإرهاب، وإن بدت متقطعة إلى حد ما إلا أنها مرتبطة بما يسمى بظاهرة الإسلاموفوبيا التي يشعلها اليمين المتطرف في مواسم ذات طابع سياسي غالبا. سلوان موميكا اللاجئ العراقي الذي أقدم على حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم السويدية، وصف ناشطون سلوكه بأنه استفزازي وعدواني ناجم عن عقدة كراهية عميقة في شخصيته المضطربة بالتناقضات بين حمله للسلاح والارتماء بأحضان عناوين سياسية مختلفة، وليس بعيدا أن يكون تصرفه مغازلة لليمين المتطرف وخطابات الإسلاموفوبيا. الحادثة قوبلت بإدانة واسعة عراقية وعربية ودولية، حيث أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها الشديد لسماح السلطات السويدية بحرق المصحف، مؤكدة أنه يمثل إهانة بالغة للمقدسات الدينية. الردود المنددة بالواقعة العنصرية توالت عبر بيانات لمؤسسات دينية وحكومية، بعضها حذرت من عواقب التصرفات الاستفزازية وأخرى استرعت سفراء وممثلي السويد. كما دانت الفعل كل من واشنطن وموسكو فضلا عن تركيا التي وصفت على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان العمل بالدني، فيما يتوقع مراقبون عرقلة انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي إثر توقف المحادثات مع أنقرة. الحالة المزدوجة في التعامل مع الحرية المطلقة وغير المسؤولة في أوروبا بين قانونية السلوك المؤجج للمشاعر والجرائم التي ترتكب كنتيجة له تمثل ثغرة حقيقية تواجهها مبادئ الحرية المطلقة التي طالما روج لها الغرب طوال العقود الماضية. أنا الآن مباشرة من بغداد مراسلنا حيدر البدري. حيدر مرحبا بك من أمام السفارة. حيدر، إلى أين وصل الأمر؟ أهلا علي، أهلا بكل من يشاهد يو تي في. نحن الآن تحديدا أمام السفارة السويدية، حيث شهدت الساعة الماضية وصول تعزيزات أمنية كبيرة من قوات حفظ القانون، قوات مكافحة الشغب، وبعض القوات ترتدي زي الجيش العراقي أيضا، يعني من الجيش العراقي. وصلوا الآن إلى مكان السفارة ربما للتهيؤ لتظاهرة يوم غد المزمع، يعني انطلاقها بعد صلاة المغرب والتي دعت إليها عدد من المرتبطين بالسيد مقتدى الصدر بعد تغريدته ظهر اليوم. لم يحدث الكثير بعد انسحاب، يعني بعد تغطية الساعة السادسة انسحب معظم المحتجين من أمام مبنى السفارة. تأتي مجاميع متفرقة 10 إلى 15 إلى 20 شخص، الآن يتواجد مجموعة من هذه المجاميع المحتجة أمام تحديدا، يعني خلفي، يعني إذا الكاميرا ما أعرف والإضاءة لاحظهم أيضا. نعم. كانت لديهم مجموعة من الهتافات المناهضة لعملية حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، المناهضة أيضا لمجتمع الميم الداعمة للسيد مقتدى الصدر وأيضا للتغريدة التي أطلقها. أيضا هذه المجامع قبل قليل كانت في مجموعة من الهتافات، يبدو أن لها يعني نعم لن يطول الوقت حتى تنسحب مرة أخرى. نعم. مهيئة. نعم حيدر. نعم. حيدر المحتجون. نعم. يعني هددوا. نعم المحتجون هددوا بالتصعيد في حال عدم اتخاذ أي إجراء بحق هذا الشخص الذي قام بحرق المصحف. هل من الممكن أو المتوقع أن نشهد تصعيد يوم غد؟ يعني صراحة تحدثنا مع عدد من المحتجين، الجميع يقول نحن يعني نخرج بأمر، نتصرف بأمر، لا نقوم بأي شيء إلا بأمر، ويقصدون بالأمر قد تكون تغريدة أو توجيه من السيد مقتدى الصدر. الموجودون هم صدريون لا خلاف على ذلك، يحملون صور السيد مقتدى الصدر ورايات سرايا السلام أيضا ورايات جيش المهدي. بالنتيجة الاقتحام الأول وصلوا إلى السفارة، لكن السفارة كانت قد أخليت من جميع كوادرها، وهنالك معلومات شبه مؤكدة عن توفير ملاذ آمن لهم داخل المنطقة الخضراء وربما بإحدى السفارتين الأمريكية أو البريطانية، لم نستطع التأكد تحديدا من المكان. لا نعتقد بأنه يعني سيتجاوز الأمر أكثر من الدخول مرة أخرى. الدخول الأول تم فيه إنزال العلم السويدي،
ورفع راية جيش المهدي، وأيضا إزالة كلمة مملكة السويد وشعار مملكة السويد من على جدار السفارة. بعدها تم الانسحاب، ومن ثم كان الدخول للمرة الثانية فقط في الجراج الساحة الخارجية عندما نقلنا ذلك بصورة مباشرة بحدود الساعة الخامسة مساء. بعد ذلك كان هنالك انسحاب نهائي. الآن مجاميع متفرقة في البوابة الخارجية، يعني حتى بوابة الجراج الأولى يتوقفون لبعض الهتافات. الانتشار الأمني يعني واضح جدا، وربما يعني بالصورة خلفي يظهر الأعداد من العناصر الأمنية، سواء من الجيش أو من فرض القانون أو من مكافحة الشغب، بصورة عامة منضبطة. طبعا يجب أن نشير علي إلى أنه السفارة السويدية تقع في منطقة سكنية في قلب منطقة الصالحية، يعني دائر مداير السفارة هي جميعها بيوت سكنية، وربما هذا أيضا سبب آخر قد يكون يمنع المحتجين من أي أعمال كالحرق أو التهديم، وهم لا يمتلكون بالنتيجة مثل هذه الرؤية حسب ما تحدثنا معهم، ويريدون إيصال رسالتهم، طرد السفير، اتخاذ موقف أكثر شدة من الحكومة العراقية. يعتبرون بأن الاستنكار من وزارة الخارجية وغيرها من التفاصيل ليست كافية، لكن وجدناهم أيضا مؤيدين لقرار مجلس القضاء الأعلى باتخاذ إجراءات لغرض جلب الشخص الذي قام بحرق القرآن الكريم في ستوكهولم لمحاكمته وفق القوانين العراقية هنا في بغداد. بصورة عامة يعني ننتظر إلى الغد، يعني لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن يوم غد بالتأكيد ستكون الأعداد أكبر بكثير، خاصة أن الدعوة لم تكن للموجودين في بغداد بل لكل يعني لكل المحافظات العراقية، ومؤكدة بعض القنوات الإعلامية على السوشيال ميديا المقربة من التيار الصدري أكدت توفير جميع المستلزمات اللوجستية لمظاهرة يوم الغد بعد صلاة المغرب. يا علينا مراسلنا حيدر البدري من بغداد، شكرا جزيلا لك حيدر. أيضا وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان باتخاذ الإجراءات القانونية بحق اللاجئ العراقي الذي أحرق المصحف في السويد. مجلس القضاء الأعلى ذكر في بيان أن زيدان أوعز إلى رئاسة الإدعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى أوعز بإكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداده ومحاكمته وفقا لأحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي. رئيس أساقفة الموصل للسريان الكاثوليك المطران مار بندكتوس يونان حنو أعرب في تصريح ليو تي في عن رفضه السلوك الاستفزازي الذي أقدم عليه اللاجئ العراقي في السويد، داعيا إلى محاربة كل الأفكار الطائفية والرجعية. رفض كليا لهذا الموقف اللي قام بينه المدعو سلوان بحرق القرآن في مدينة السويد بهالطريقة البشعة اللي ما تدل على المحبة ولا على أي قيم إيمانية ولا على أي قيم مسيحية. مواطنون من منطقة قرقوش في نينوى قالوا أن اللاجئ الذي أقدم على حرق القرآن شخص غير متزن وأهله متبرئون منه، مؤكدين على شجب السلوكيات المسببة للتفرقة بين الأديان والمذاهب في العراق. طبعا جماعتنا أي واحد إذا من جماعته من حزبه أو مستقل ما من يعني ما منتمي لأي واحد ما يقبل هالعمل، هذا مخالف يعني عمل مو إنساني ومو عمل شخص يعني مثقف أو واصل لا. عيد الأضحى في مدن البلاد وبقية أحداث العراق مع زميلة فاطمة الملائكة. شكرا علي. أهلا فاطمة. أهلا بكم. حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم من أن العراق أمام تسونامي مالي واقتصادي خطير، مؤكدا خلال خطبة صلاة عيد الأضحى على عدم القدرة على مواجهتها من دون الاستعداد لها. التحديات والمخاطر الاقتصادية المقبلة ستكون كبيرة ومؤثرة،
ولن نستطيع مواجهتها من دون التهيؤ المسبق لتداعياتها والقدرة على تحويل المخاطر إلى فرص حقيقية قابلة للاستثمار والنجاح. إننا إذا لم نبدأ بتلك العملية الاقتصادية الشاملة والقادرة على صنع فرص العمل واستيعاب قدرات شبابنا، فإننا سنكون بمواجهة تسونامي مالي واقتصادي خطير على العراقيين جميعاً. الحكيم قال أيضاً إن القوى السياسية اتفقت على إقرار موازنة البلد لثلاثة أعوام، وهي بادرة مختلفة عن جميع الموازنات السابقة، دعماً منها لاستقرار الحكومة وتمكنها من المضي قدماً نحو المسار الإصلاحي الاقتصادي للبلد. لقد تم إقرار موازنة البلد لثلاثة أعوام مقبلة، وهي بادرة مختلفة عن جميع الموازنات السابقة، وقد اتفقت القوى السياسية على هذه الخطوة دعماً منها لاستقرار الحكومة وتمكنها من المضي قدماً نحو المسار الإصلاح الاقتصادي للبلد، لا سيما وأن جزءاً مهماً من الموازنة قد تم إعداده لمشاريع استثمارية تسعى في أغلبها لاستكمال المشاريع المتلكئة، وهي فرصة كبيرة للحكومة يجب استثمارها بأفضل ما يمكن. لسنا بلداً فقيراً في فرصه، وكل ما نحتاجه هو المضي قدماً بلا توقف أو تردد. ومن قصص العيد في المدن، تشهد المطاعم والأماكن الترفيهية إقبالاً واسعاً للعوائل البصرية، فيما تشهد ليالي المدينة الفيحاء إحياء حفلات غنائية لنجوم الطرب العراقي. تعلو التكبيرات من المساجد معلنة استقبال عيد الأضحى الذي يحل هذا العام في البصرة وسط أجواء يحاول فيها المواطنون التكيف مع التقلبات الاقتصادية. استعدادات العيد بدأت مبكرا، حيث حرصت العائلات على شراء مستلزمات العيد وهي من العادات المتوارثة، وخاصة تلك المتعلقة بشراء الملابس والمعجنات، في وقت عمدت فيه بعض المتاجر للبيع بالدينار بدلا من الدولار، فضلا عن إعلانها عن تخفيضات بالأسعار. الأسعار يعني مناسبة، يعني جدا مناسبة، يعني الموظف يقدر يشتري، يعني مثلا اكو مثلا اسعار نقول غاليه ماركات زين، واكو وسط، واكو الانسان مثلا يشتري الوسط. طقوس العيد لم تعد تقتصر في البصرة على تبادل الزيارات لتقديم التهاني، حيث أصبحت العائلات تفضل أن تقضي الوقت خارج المنازل وتحديدا في المطاعم والأماكن الترفيهية. إقبال أنعش قطاع السياحة نسبيا لما يشهده من تسابق بتقديم العروض لجذب الزبائن. كل المطاعم والكافيهات جاي تسوي تنقل صورة حضارية، تعرف أكو ضيوف من وراء كأس الخليج، خليجي 25، وتغير الوضع كله، فقامت تجي الناس تعرف تريد أمسيات، تريد فتشي تغير. تعرف بالبصرة إحنا ما عندنا فقط يعني فتشي، لا السياحة قوية، بس الحمد لله جاي تقوى يوم عن يوم. بعد فترة انقطاع يحيي نجماء الغناء العراقي هيثم يوسف وحبيب علي حفلات العيد في البصرة هنا. أما الأماسي التي تمزج بين الطرب الأصيل والموسيقى التراثية التي تلامس القلوب، فقد أصبحت تلقى رواجا لتفاعل عشاق الفن معها. الغاية هو تغيير الذائقة السمعية للناس للمجتمع، لأنه بالفترة الأخيرة خصوصا السنين الأخيرة تعرف الثقافة الموسيقية شوية صارت في هبوط، يعني فنكون واقعيين، يعني الأغنية السريعة والموسيقى السريعة، احنا لا راح نستذكر الفلكلور والفلكلور الشعبي يعني والأغاني التراثية موسيقيا. عيد الأضحى أو كما يحلو للبعض تسميته بالعيد الكبير، مناسبة تختلط فيها الأجواء الإيمانية والعادات الموروثة، وهو يوفر فسحة من الفرح وتجديد العلاقات الاجتماعية بين الناس.
من عام إلى آخر تزدهر الأنشطة الاقتصادية والترفيهية خلال أيام العيد، وهذا عائد بحسب مراقبين إلى الاستقرار الأمني النسبي الذي تحقق في الآونة الأخيرة. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة. وفي واسط أنعشت العيديات الحركة الشرائية في أسواق واسط بعد أن شهدت ركودا في الأيام الماضية، فيما يحاول أصحاب المتاجر استغلال العيد لبيع أكبر كمية من البضائع. لا صوت يعلو فوق صوت كرار الواسطي في سوق الشيشان وسط الكوت، فهو يحاول استغلال أيام العيد لتحقيق مبيعات لا يحققها في غيرها من الأيام. 20% هو الانخفاض في أسعار الخضروات التي يكثر الطلب عليها في العيد بسبب التزاور بين الناس، وهو فرصة لبيع أكثر كمية ممكنة منها، فالانتعاش هنا مؤقت بحسب البائعين. يعني هسه عندنا هذا الخوخ الكحكي كان ب2.5، هسه ب1000.5. عندنا هذا الالو الايراني كان ب2000، هسه ب1000.25، ب1000. عندنا العنب العراقي كان عنب تركي ومستورد ب4000 و3000.5، هسه العنب العراقي ب1000 دينار. اكتظاظ غير مسبوق رفع معدل المبيعات الى 40% بحسب التجار هنا، وخاصه ان العيد جاء في الايام التي استلم فيها الموظفون رواتبهم. السوق والله السوق تعبان قبل العيد، قبل 3 أيام 4 أيام، بس بالعيد شويه صار سوق احسن. بس احنا بيوم العيد، اليوم اول يوم العيد احنا طالعين، من شويه صار عمل، صار مداوى، نبيع اكثر، احنا نستفاد اكثر، مواطن هسه قام يسوى. كان ماكو مسوق، كان المسواق يظل 3 أيام 4 أيام عندنا هنا. 700 طماطة. الحركة الشرائية في واسط تعود بشكل استثنائي في أيام العيد، والعيديات تنعش السوق الذي يعاني من الركود في الأوقات العادية. من واسط حمزة الأسدي، يو تي في. وفي المثنى يصر أطفال الرميث على الفرح في العيد، ففي أفقر مناطق العراق تحولت جذوع النخل إلى مراجيح وألعاب. يمتطي هذا الطفل الجواد فرحا بالعيد، ويفرح أصدقاؤه كذلك وهم يتأرجحون بين جذوع النخل. هذه مدينة ألعاب خاصة في قضاء الرميثة، يجتمع فيها الأطفال كل عيد للعب والفرح والمتعة. فهنا الفرح بسيط مثل الأطفال، يظهر بأبسط الأشياء. مثل هذا تجيب جهالي، والد ونسه ما دفر عمك. كشمك لا منتزهات لا هاي لا سلمات لا كشمك. هي بالحصين بالمراجيح. نجي نفرحهم ونونسهم ونرجح لنا. لا تتجاوز تذكرة اللعبة هنا 500 دينار. فلا ألعاب أو مدن ترفيهية كما ينبغي أن تكون. ورغم مرور 10 سنوات على إنشاء هذه الألعاب البدائية والتي تشكل خطرا على حياتهم، لا يزال الحال كما هو عليه. فلا الحصان جاء ولا الدولاب دار مغيرا حاله، رغم أن قضاء الرميثة يشكل أكبر قضاء سكاني في المحافظة. نتونس ماكو السماوي يراد لها كراوي، يعني بدل هاي كراوي نتونس هنا، يعني حالة اكو حالة الحالة الضعيفة هناك، بس تطبق لك 5. اللعبة الوحدة بل فيها منتزه، هاي الجذوع من زمان عندنا، ولا عندنا منتزهات ولا ها، كانت هناك وشمرونا وهسه هاي الولد شوفه طايرة وجاجة، وهسه هاي الجذوع يعني لا اليوم ولا امس، يوم امس عندنا هاي الجذوع. يأتي العيد إلى هنا فلا يجد مظاهره، لكن أطفال الرميثة يصرون على الفرح وإن كان ذلك بتحويل جذوع النخل إلى مراجيح. من المثنى خليل بركات، يو تي في. حققت صلاح الدين الاكتفاء الذاتي من الحنطة لأول مرة منذ سنوات بعد تسويقها أكثر من 700,000 طن، فيما أعلن الدفاع المدني نجاح خطة تأمين المراكز التسويقية والزراعية بتسجيل أدنى معدل من الحرائق منذ عام 2019. 50 يوما مرت على افتتاح موسم تسويق الحنطة، والصوامع المنتشرة في أقضية صلاح الدين ممتلئة. الدفاع المدني أعلن نجاح خطة تأمين السلامة للمراكز التسويقية والزراعية التي هي الأخرى سجلت أدنى معدل من الحرائق منذ عام 2019.
الإحصائية اللي خلال سنة 2019 2300 حريق، بعضها جنائي بعضها إرهابي، والأغلب أنه هو تماس كهربائي. فأما حاليا سنة 2023 لم تصل حرائق جنائية وإرهابية، جميعها تماس كهربائي، وبسبب الكهرباء والأسلاك الكهربائية الممتدة في داخل الحقول الزراعية. أكثر من 400 مليار دينار مجموع المبالغ المالية الداخلة إلى صلاح الدين كمستحقات للفلاحين عن محاصيلهم، فيما تبلغ الطاقة الخزنية لصوامع المحافظة أكثر من 600 ألف طن. العملية مال التسويقية جرت بانسيابية عالية، هناك تعاون من قبل الإدارة العليا، هناك تلبية لكل الاحتياجات التي يحتاجها موسم التسويق. هذا الموسم امتاز بالنجاح، امتاز بالوفرة بالإنتاج، امتاز بأول مرة يحصل فيها العراق بتوفير المبالغ من وزارة المالية بمتابعة وزارة التجارة. اكتفاء ذاتي تحققه صلاح الدين من محصول الحنطة لأول مرة منذ سنوات، إذ بلغ محصول الحنطة المسوقة إلى الآن أكثر من 700 ألف طن. من صلاح الدين محمد قادر، يو تي في. تعمل الهيئات الحكومية بالتعاون مع الأمم المتحدة على زراعة 4 ملايين شجرة مانغروف بالقرب من حقول النفط في البصرة لتقليل انبعاثات الكربون ومعالجة التصحر في العراق. بينما يقوم المهندس الزراعي أيمن الربيعي بزراعة شتلات المانغروف في مسطحات المد والجزر المترامية الأطراف، يتصاعد الدخان الأسود من بعيد من مصنع للبتروكيماويات في جنوب العراق. يعمل الربيعي في مشروع بدأته هيئات حكومية عراقية ووكالة تابعة للأمم المتحدة لزراعة ما يصل إلى 4 ملايين شجرة مانغروف في منطقة السهول الطينية في خور الزبير الواقعة بالقرب من حقول النفط الرئيسية في البصرة. وتنمو نباتات المانغروف على سواحل المياه المالحة، إذ إنها تتحمل ملوحة المياه وبالتالي لن تحتاج إلى مياه عذبة لزراعتها. نبات المانغروف من نباتات العائلة الأقنتية اللي تنمو على سواحل المياه المالحة، نبات متحمل لملوحة المياه. مثل ما نعرف أنه بدأت تصاريف المياه العذبة تقل، وبالتالي يعني إمكانية اعتماد يعني النباتات الطبيعية اللي موجودة اللي ممكن نزرعها بالتربة العادية صعب جدا، لأنه تحتاج كميات مياه كبيرة للسقي باستمرار. أما نبات المانغروف، هذا النبات له قدرة أنه يعيش على مياه البحر، وبالتالي ما رح نستخدم أي نبات أي كميات مياه لزراعة هذا النبات. في وقت زادت فيه انبعاثات الكربون في العراق بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي وفقا للبنك الدولي، يطلق نبات المانغروف 6 أضعاف ما يطلقه النبات العادي من الأكسجين، والذي سيسهم في امتصاص كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استخراج النفط والاحترار العالمي. أدوار الرئيسي لهذا النبات أنه يسحب كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استخراج النفط والاحتباس الحراري، حيث تقدر البحوث بأنه هذه النباتات البالغة تسحب 1 طن بالسنة للهكتار الواحد. وبما أنه في منطقة التفرعات الشجرية مساحات شاسعة طينية وملائمة لنمو هذا النبات التي تقدر ب100 كيلومتر مربع. يهدف مشروع غابات المانغروف للمساعدة في مكافحة تغيير المناخ، حيث تواجه البلاد درجات حرارة عالية بشكل متزايد، ويأتي ذلك بعد نجاح هذه التجربة في عدد من دول المنطقة. في السياق، عبر عضو برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أحمد الباج عن أمله في نجاح تجربة زراعة نبات المانغروف في العراق لمواجهة التغيرات المناخية مثلما نجحت في دول أخرى في المنطقة. الهدف الأساسي من المشروع هو زراعة 4 ملايين شجرة من نبات المانغروف الرمادي أفيسينا مارينا، وتأتي هذه التجربة بعد نجاح التجربة في عدد من دول المنطقة، ونذكر منها الكويت أو الإمارات، وإن شاء الله تكون النتائج المتحققة أو المتحصلة على أرض الواقع مشابهة للمنطقة لتشابه البيئة بصورة عامة، ودرجات من ناحية درجات الحرارة وكذلك من ناحية نوع التربة.
الموازنة تحرك ثلث المشاريع المتلكئة والأولوية للخدمات. هذا الملف معك علي. فاطمة شكرا لك. أكثر من 1450 مشروعاً متوقفاً ومتلكئاً سيتحرك نحو ثلثها بتخصيصات الموازنة للمشاريع الاستثمارية والبالغة 47 تريليون دينار، فيما حددت الحكومة جدولاً زمنياً لا يتعدى نهاية العام المقبل لإنجازها بعد توفر السيولة. تقدر الخسائر جراء توقف هذه المشاريع لسنوات بتسعة تريليونات دينار، ويتوقع خبراء أن تشهد البلاد إنجاز المشاريع لكن نسبها تعتمد على التوافقات السياسية. التخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة والجداول الزمنية وأولوياتها نتابعها في هذا التقرير. 1063 مشروعا تنمويا متلكئا ستحرك بتخصيصات الموازنة للمشاريع الاستثمارية والبالغة 47 تريليون دينار، منها 147 مليار دينار خصصت لتأهيل المستشفيات. هذا ما كشفت عنه وزارة التخطيط بعد إطلاق الموازنة. إنجاز المشاريع وفق جدول زمني لا يتعدى نهاية العام المقبل، هكذا قطعت الحكومة وعدا على نفسها بعد توفر السيولة المالية، والأولوية بالإنجاز ستكون للمشاريع الخدمية، المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والصرف الصحي. بالتأكيد ستكون بالنسبة للمشاريع التي هي على وشك الانتهاء منها، فهناك نسب إنجاز كبيرة في بعض المشاريع وهناك نسب إنجاز متفاوتة، فهذه جميع المشاريع هي ستنجز في عام 2023 و2024. نعم، مشاريع المدارس هناك حدود 8000 مدرسة بالإضافة إلى مشاريع الطاقة ومشاريع الخدمات. التخصيصات المالية في الموازنة تضمنت أيضا 280 مليار دينار لصيانة محطات التوليد وتريليون دينار لصندوق التنمية و 500 مليار للمحافظات الأشد فقرا، وكذلك خصصت مبالغ للاستثمارات الكبيرة عبر طريق التنمية المزمع تنفيذه. بعد أن كانت أكثر من 1450 مشروعا متوقفا ومتلكئا، ثلث هذه المشاريع استؤنف العمل فيها من جديد، وبحسب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فإن خسائر العراق من جراء توقفها بلغت 9 تريليونات دينار، 5 تريليونات منها خسائر اندثار، و4 تريليونات خسائر ناتجة من تغير سعر الصرف. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد. قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي إن عدد المشاريع المتلكئة بلغ نحو 1063 مشروعا في مختلف القطاعات التنموية. الهنداوي أكد في تصريح ليو تي في أن المشاريع المتلكئة ضمن تنمية الأقاليم والبرنامج الاستثماري وموزعة على أربعة قطاعات أساسية هي النقل والخدمات والاتصالات والقطاع الزراعي والصناعي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بحسم هذه المشاريع خلال العام الحالي أو السنة المقبلة مع إعطاء الأولوية لمشاريع المستشفيات والماء والصرف الصحي، لافتا إلى أن العمل متواصل لحسم هذا الملف. للمزيد ينضم إلينا من بغداد الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشداني. دكتور مرحبا بك. وزارة التخطيط كشفت أهلا أن وسهلا. نعم، وزارة التخطيط كشفت أن 90% من المشاريع المتوقفة ستنجز نهاية هذا العام. دعنا نتحدث مبدئيا عن المدة الزمنية، هل هي كافية؟ شكرا جزيلا، تحياتي لحضراتكم والمشاهدين الأكارم، وكل عام والعراقيون والعالم أجمع بألف خير. الحقيقة أشكرك. الحقيقة ما أعلنت عنه وزارة التخطيط بوجود 1063 مشروع هو الحقيقة المشاريع المتلكئة في قطاع الخدمات، المستشفيات، المدارس، الصرف الصحي والمياه، هذه فقط، ونسبة الإنجاز تتراوح بين 0 و60. التركيز الآن على تنفيذ هذه المشاريع، يعني من ضمنها 60 مستشفى، وأعلن السيد رئيس الوزراء أنه في 50 مستشفى في مجموع في مدن العراق المختلفة طاقتها الاستيعابية بين 100 سرير وال 200 أو ال 400 سرير، ممكن إنجازها بسهولة هذه، لأنه
نسبة الإنجاز يعني تتراوح، تقديراتي أنا تتراوح بين 30 وبين 60%. المشاريع التي كانت نسبة الإنجاز أكثر من 60%، من عام 2018 تم تخصيص المبالغ اللازمة لإنجازها. وطبعا هناك لا تزال الكثير من المشاريع، احنا نتحدث عن اكثر من 6000 مشروع متلكئ، يعني ما يخص القطاع الخدمي فقط ال 1063 مشروع. من السهل جدا انجازها خاصه مع توفر التخصيصات الماليه ورغبه الحكومه بتطبيق برنامجها الحكومي المتعلق بالخدمات، لانه اليوم احنا نتحدث عن قطاع الخدمات هو جزء من البرنامج الحكومي، هي توفير المستشفيات، المدارس اللي اصلا ضمنت بالموازنه العامه في فقره خاصه لوحدها، مشاريع الصرف الصحي، مشاريع المياه، وطبعا هذه من الضروريات الاساسيه. فانا اعتقد انه يعني أيضاً هي مشاريع دكتور في مراحلها الاخيره المده المحدده، لا في مراحلها الوسطى، يعني نسبه الانجاز تتراوح بين 30% و 60%، فتقريبا في منتصف يعني هياكل موجودة تحتاج إلى ربما التشطيب وتحتاج إلى تجهيز بمتطلبات المستشفيات اللي هي أجهزة ومعدات. نعم دكتور، ماذا عن المشاريع الأخرى التي ربما لم ترى النور، كانت فيها شبهات فساد وسرقة، كيف ستتعامل معها الحكومة؟ هو كل المشاريع بالمناسبة احنا نتحدث حتى هذه المشاريع هي ايضا مشمولة بشبهات الفساد، لانه قسم من هذه المشاريع طبعا هي متوقفة من عام 2000، قسم منها من عام 2013، وجل المشاريع توقفت في عام 2015. تم صرف قسم من المشاريع، صرفت مبالغها 100% بالكامل، قسم منها 70%، قسم منها 30%. طبعا هذه حسب نوع المحافظين، قوة المحافظين، وحسب العلاقات اللي موجودة آنذاك. وتأكيد يعني أنا واثق أنه جزء من هذه الأموال وهذه التخصصات ذهبت إلى الفساد. الحكومة الآن همها الأساسي أنه تنجز هذه المشاريع حتى تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين، والمرحلة اللاحقة ستكون فتح هذه الملفات، لأنه هي أيضا تم توجيه هيئة النزاهة لمتابعة وملاحقة ملفات الفساد في المشاريع المتلكئة. نعم دكتور، هل سيتم التعاقد من جديد مثلا على هذه المشاريع، أم أن الشركات المتعاقدة هي نفسها التي ستنجز أو تستمر بإكمال هذا المشروع؟ لا، أنا أعتقد أنه الجزء الأكبر من هذه المشاريع سيتم التعاقد مع شركات جديدة، لأن الشركات المتلكئة هي أخلت بالتزاماتها يعني قبل أن توقف هذه المشاريع في عام 2015. يعني قسم من الشركات يعني بكل الأحوال هي مطلوب أن تنجز هذه المشاريع، لأنه إذا أعطيناها إلى شركة متلكئة وشركة متهمة بشبهات الفساد ما راح نحل من الموضوع شيء، بالعكس أنه ممكن أن نزيد من 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 نهر الفساد. فأنا أعتقد أنه لا، التعاقد سيتم مع شركات جديدة، يتم التعهد بأنه تنجز وفق المواصفات العالمية وتنجز خلال توقيتات محددة، طبعا هذه بإشراف فريق الجهد الحكومي. الآن هذا الفريق اللي شكل السيد رئيس الوزراء فريق الجهد الحكومي ده يتابع كل المشاريع أولا بأول، ويكتب تقارير يمكن يومية عن نسبة الإنجاز، وعندنا الطرق اللي مداخل المدن ومدينة بغداد واحدة من هذه النماذج التي يشرف عليها فريق الجهد الهندسي، كذلك الحال بالنسبة لبناء المدارس والمستشفيات. ولولا وجود هذا الفريق أنا أعتقد أنه ما ممكن أن تنجز هذه المشاريع بتوقيتاتها. أما من بغداد الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، سيد الكريم شكرا جزيلا لك.
وبشغف كبير تشارك زهراء زميلاتها في ورشة لتطوير صناعة المصغرات الأثرية والتراثية في ذي قار لإنجاز مجسمات تحاكي حضارة وادي الرافدين، إذ يعتبر عملها مكملا لآخر وهو استقبال السياح الأجانب في منزل عائلتها وتقديم خدمات المبيت والطعام والجولات السياحية في الأهوار. نتابع. بشغف كبير تشارك زهراء زميلاتها في مركز آثار وتراث ذي قار إنهاء العمل بمصغر زقورة أور، وهن ينتظمن منذ فترة بورشة أعدها المركز لتطوير قدراتهن في صناعة المصغرات الأثرية والتراثية. يحفز زهراء الانخراط في هذه الورشة لتكون مكملا لعمل قد يبدو فريدا من نوعه في العراق، فزهراء ومنذ مدة ليست بقصيرة تستقبل السياح الأجانب في منزل عائلتها وتقوم بتقديم خدمات المبيت والطعام والجولات السياحية في أهوار وآثار ذي قار بمعية أمها وأخيها. أستقبل السواح الأجانب من مختلف الدول، ذلك عن طريق المراسلة، وموجود جروب على موقع التواصل الاجتماعي، فيجون يمي للمبيت يوم أو يومين وأقوم باستقبالهم أنا وعائلتي، وأخوي ذلك يمتلك سيارة للذهاب إلى منطقة إلى مدينة أور والشبايش والشوارع الناصرية. أما باقي زميلاتها وأغلبهن من الخريجات، فوجدنا في هذه الورشة فرصة كبيرة لتعلم واحدة من الحرف المهمة لدعم السياحة وتحقيق موارد مالية بدلا من انتظار التوظيف الحكومي. فجينا هنا على ورشة مركز آثار وتراث ذي قار، تعلمنا صنع المصغرات وتعرفنا على المعالم العراق، المعالم الأثرية طبعا، وتعلم شلون صناعة المجسمات من مادة البورسلين ومادة الجص، يعني تعلمنا على صنع الزقورة، على الملك كوديا، على الملكة شبعاد، ومن المنارة الحدباء. ويرى متخصصون في قطاع السياحة والآثار أن هذا المشغل فضلا عن كونه فرصة مهمة لتعليم الخريجين صناعة المصغرات الحضارية، فإنه واحد من وسائل الترويج للمواقع الأثرية والتراثية في العراق. تجسد حضارة بلاد وادي الرافدين، مو بس تجسد ذي قار، يعني زقورة أور، شبعاد، دودو الكاتب المشهور، الأمير جوديا، سرجون الأكدي، منارة الحدباء بالموصل، ملوية سامراء، يعني كل هذه القطع اللي تمثل رموز وتاريخ وحضارة بلاد وادي الرافدين، حتى نثقف العالم الذي يأتينا ونثقف شعبنا أيضا بهذه الرموز الرافدينية المهمة. ويحتل هذا المركز مساحة مهمة في بناية متحف الناصرية الحضاري، وينتج قرابة 50 مجسما تحاكي مواقع أثرية وتراثية وشخصيات تاريخية من حضارة وادي الرافدين. من الناصرية، أحمد السعيد، يوتيوب. قبل ختام النشرة نتابع أحوال الطقس العراقي وبحره. مشاهدينا، نهاية النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.